انطلقت فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 تحت شعار الرياض تقرأ في حرم جامعة الملك سعود، ويستمر حتى 5 أكتوبر القادم. يشارك في هذا المعرض أكثر من 2000 دار نشر من أكثر من 30 دولة موزعة على أكثر من 800 جناح، إضافة إلى مشاركة هيئات ومؤسسات ثقافية سعودية وعربية ودولية. للمزيد تطلعنا عليه الزميلة لمياء موافي مراسلة التلفزيون المصري من الرياض. بالفعل بتتواصل هنا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية معرض الرياض الدولي للكتاب اللي بتنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة السعودية. ما يقرب من 30 دولة من مختلف دول العالم جاءوا للمشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب اللي بيرفع شعار الرياض تقرأ. يمكن النهاردة تاني يوم المعرض، يوم مختلف للغاية، عدد كبير جت من الأسر السعودية من مختلف المدن إلى هنا إلى المعرض، أيضا الجاليات العربية والجاليات الأجنبية المقيمة بالمملكة العربية السعودية جت لتستمتع بيوم مميز وجميل، سواء من خلال الفعاليات الثقافية اللي بيوفرها معرض الرياض الدولي للكتاب، أو من خلال الاستمتاع يعني قراءة الكتب المختلفة أو الحصول على توقيعات من الكتاب، حيث ان المعرض حرص ان يكون في منصات هنا يتم من خلالها تجمع بين الكتاب والقراء، ويتم من خلالها الحصول على توقيعات خاصه من الكتاب الى القراء. يعني كما قلت لكم من قبل، يعني في العديد من الفعاليات اللي بتنظم على مدار ايام المعرض. المعرض بيستمر على مدار 10 أيام، من ضمنها يعني الترجمه. المعرض بيحتفي بالترجمة وانعكاس الترجمة على الهوية الثقافية واستخدام التكنولوجيا في الترجمة. أيضا المعرض بيركز هذا العام على يعني الفيلم الوثائقي وكيفية يعني كتابة الفيلم الوثائقي وعمل مونتاج لهم. المعرض هذا العام بيركز ويعطي مساحة كبيرة جدا لكتب الطفل والاهتمام بالأطفال من جميع الأعمار. يعني أنا كنت سجلت مع عدد كبير من الأطفال أعربوا عن سعادتهم القدوم مع أسرهم هنا يوم الجمعة في معرض الرياض الدولي للكتاب. لو كلمت معاكم بقى عن المشاركة المصرية، فهي مشاركة متميزة في المعرض. كنا من قبل مع كاميرا القناة الأولى في معرض المدينة المنورة للكتاب، ونقلنا لحضراتكم يعني ثانية بثانية فعاليات المعرض هنا في معرض الرياض، صورة أخرى، صورة أكبر للمشاركة المصرية في معرض الرياض للكتاب. وكنت قد أجريت العديد من اللقاءات مع الجمهور الذين زاروا أجنحة المصرية وأشادوا بالأجنحة المصرية والتنوع في الكتب، وأيضا أشادوا بأسعار الكتب في الأجنحة المصرية. سنتواصل معكم على مدار الأيام في معرض الرياض الدولي للكتاب. إليكم مرة أخرى زملائي في الاستوديو.